على الرغم من أن المنافسات المتعلقة بالزمن وأجزاء الثانية تحظى بالشعبية الأكبر عندما يتعلق الأمر بأحواض السباحة، إلا أن المنافسات المائية الأخرى كالسباحة المتزامنة أو ما يسمى بالرقص الإيقاعي داخل الماء تلقى رواجاً كبيراً في الألعاب الأولمبية، إضافة إلى منافسات الغطس من ارتفاعات متعددة. وتعد رياضة السباحة الفنية خليطاً من رياضات الجمباز والسباحة والباليه، وتجمع ما بين القوة والمرونة والحركات الفنية بالإضافة إلى القدرة العالية على حبس الأنفاس داخل المياه، وتمارس في حوض مستطيل يبلغ طوله 20 متراً وعرضه 12 متراً، بينما يكون عمق المياه 3 أمتار على الأقل. نشأت هذه الرياضة في ألمانيا وبريطانيا مطلع القرن العشرين، وكانت مجرد برنامج استعراضي مائي ترفيهي، لكن ابتداء من نسخة لوس أنجلس 1984 تم إدراج هذه الرياضة في الألعاب الأولمبية على مستوى السيدات فقط من خلال مسابقتي فردي وزوجي. وفي أتلانتا 1996 تغيرت إلى مسابقات جماعية فقط، بحيث تقام على مستوى الزوجي والجماعي، حيث يقوم الفريق بعرض تتراوح مدته بين 4 إلى 5 دقائق، على أن يتضمن العرض 5 مجموعات من العروض، وهي الباليه المائي وسباحة الدولفين وسباحة الدولفين العكسية، إضافة إلى السالتو وهو السباحة مع الدوران الأمامي والخلفي، إضافة إلى حركات أخرى منوعة ومبتكرة. على مستوى الميداليات، هيمنت روسيا على ذهب منافسات الزوج والفرق منذ نسخة سيدني 2000، بعد أن تقاسمت الولايات المتحدة وكندا ذهب النسخ 3 الأولى، بينما تنافست عدة بلدان أخرى على الميداليات الفضية والبرونزية كالصين واليابان وإسبانيا. تعتبر رياضة الغطس من الاختصاصات المائية العريقة في الألعاب الأولمبية، حيث تواجدت منذ نسخة سانت لويس 1904، وتألفت من الغطس على منصة أطلق عليها منصة الغطس العالي الفاخر، إضافة إلى مسابقة الغطس لأبعد مسافة، حيث كان الفائز هو من يتمكن من الغطس لأبعد مسافة تحت الماء. ومع مرور الزمن تطورت منافسات الغطس وقوانينها، وبدأت السيدات تشارك في المنافسات اعتبارا من نسخة 1912. وبحلول دورة الألعاب الأولمبية في أتلانتا 96 بقيت فعاليات منافسات الغطس هي ذاتها كما كانت عليه في العام 1928، لكن ابتداء من أولمبياد سيدني 2000 تم إضافة منافسات الغطس المتزامن، ليرتفع عدد أحداث منافسات الغطس من 4 إلى 8. وفيما هيمنت الولايات المتحدة على الميداليات الذهبية لرياضة الغطس في الألعاب الأولمبية ما بين عامي 1920 و1984، فقد كان للسماح لرياضيي الصين بالمشاركة في الألعاب دور كبير في تغيير خارطة السيطرة العالمية، وباتت الصين تمتلك رياضة جديدة تستطيع من خلالها إضافة العديد من الميداليات لغلتها الإجمالية في الألعاب. الصين أحرزت 47 ميدالية ذهبية في رياضة الغطس منذ أن بدأت المشاركة في الألعاب عام 1984، وهو ما يقل بميداليتين ذهبيتين فقط عن الولايات المتحدة في كافة مشاركاتها الأولمبية برياضة الغطس. ولم تخسر الصين سوى 9 ميداليات ذهبية منذ أولمبياد سيدني 2000، وفرضت هيمنتها بشكل كبير على هذه الرياضة. يعد الأمريكي غريغ لوغانيس أحد أشهر الرياضيين الذين حفروا اسمهم في تاريخ الألعاب الأولمبية، بعد أن تمكن من المحافظة على لقبيه في منافسات الغطس اللذين حققهما في أولمبياد لوس أنجلس 1984، وذلك في النسخة التالية في سيول التي شهدت عودة كل بلدان المعسكر الشرقي الذي قاطع الألعاب قبل 4 سنوات.
واصل غريغ لوغانس كمرشح أبرز للفوز بذهبيتي الغطس من المنصة المتحركة على ارتفاع 3 أمتار والمنصة الثابتة على ارتفاع 10 أمتار، وكان مستعدا للدفاع عن لقبيه، لكن مشواره نحو هذا المجد الفريد من نوعه والذي لم يسبقه إليه أحد لم يكن سهلا بسبب حادثة تعرض لها لضربة على الرأس بلوح الغوص في الجولات التمهيدية، ما عرض فرصه للفوز بميدالية للخطر. وحدث ذلك بعد أن اصطدمت مؤخرة رأس لوغانس بلوح الغوص خلال إحدى محاولاته ليسقط في الماء، وترك الجماهير في حالة من الخوف، لكنه ظهر بسرعة بعد ذلك وسبح إلى حافة البركة للحصول على المساعدة الطبية، وانتهى به الأمر بالفوز بميداليتين ذهبيتين أولمبيتين في سيول. أول علامة مثالية 10 من 10 كانت لرياضي وحيد تمكن من الفوز بالميدالية الذهبية من المنصة الثابتة على ارتفاع 10 أمتار 3 مرات متتالية، وهو الإيطالي كلاوس ديبياسي، وقد نال هذه العلامة في آخر غطسة يقوم بها على الإطلاق، وذلك في رابع دورة أولمبية يشارك بها في مونتريال 1996 حين توج بذهبيته الأولمبية الثالثة وبفارق كبير من النقاط، ليكون أول من يتجاوز عتبة 600 نقطة في هذا الاختصاص. كانت الأمريكية باتريسيا ماكورميك أول رياضية تحقق الفوز بذهبيتي الغطس من ارتفاع 3 أمتار و10 أمتار في دورة أولمبية واحدة مرتين، وذلك في نسختي 1952 و1956. بعد 28 عاما كانت ابنتها كيلي قريبة من إحراز الميدالية الذهبية في أولمبياد لوس أنجلس من على ارتفاع 3 أمتار، ولكنها خسرت اللقب بفارق 3 نقاط تقريبا قبل أن تحرز برونزية أخرى للعائلة في سيول 1988. تعتبر الأمريكية مارجوري جيسترينغ أصغر رياضية تفوز بميدالية ذهبية في كل الرياضات الأولمبية على الإطلاق، وذلك بعد أن حققت المركز الأول في مسابقة الغطس من المنصة المتحركة على ارتفاع 3 أمتار في أولمبياد لوس أنجلس 1936، حيث كانت تبلغ من العمر 13 عاماً و268 يوماً. وبما أن قوانين الألعاب الأولمبية لم تعد تسمح بمشاركة رياضيين دون 14 عاماً، فإن رقم مارجوري سيبقى محفوراً في سجلات التاريخ. على الرغم من أنها لا تعتبر من بين الرياضات الأكثر شعبية بين ألعاب الكرات، إلا أن المفارقة تكمن في أنها كانت أول رياضة كرات جماعية تدخل الألعاب الأولمبية، وذلك ابتداء من النسخة الثانية في العام 1900، حيث تم التنافس ما بين فريقين من الولايات المتحدة وأوروبا. في البدايات كانت رياضة كرة الماء رياضة عنيفة، وكانت معظم مبارياتها تسفر عن أحداث عنف وإصابات بين اللاعبين قبل أن تتحول إلى القوانين الأوروبية التي تحد من العنف داخل المياه. الطريف أن هذه الرياضة كان بالإمكان أن تشهد مشاركة أكثر من فريق من نفس البلد في البدايات، وهو ما يفسر تتويج الولايات المتحدة بالميدالية الذهبية والفضية والبرونزية في أولمبياد 1904 في سانت لويس. على مر التاريخ كان الفريق الهنغاري للرجال خير سفير لرياضة كرة الماء في الألعاب الأولمبية، حيث صعد إلى منصة التتويج وفاز بإحدى الميداليات بكل الدورات الأولمبية ما بين عامي 1928 و1980، علما أنه ما بين أولمبياد 1932 و1976 تمكن من الفوز ب6 من الميداليات الذهبية العشر التي تم توزيعها. في سيدني 2000 استعاد الفريق الهنغاري ألقه وتوج بالميدالية الذهبية 7 في تاريخه، قبل أن يضيف ميداليتين ذهبيتين جديدتين في كل من أثينا 2004 وبكين 2008، ليرفع حصيلته الإجمالية إلى 9 ميداليات ذهبية في المسابقة ويتصدر لائحة الميداليات. رياضة كرة الماء من الرياضات التي انتظرت طويلا حتى أصبحت متاحة أمام السيدات في الألعاب الأولمبية،
فعلى الرغم من عراقة اللعبة وقدمها، إلا أن أولمبياد سيدني 2000 كان شاهداً على دخول هذه الرياضة في فئة السيدات لبرنامج الألعاب للمرة الأولى، أي بعد قرن كامل من ظهورها لأول مرة. وكان لقب النسخة الأولى من نصيب الفريق الأسترالي الذي تألق أمام جماهيره وفاز بالميدالية الذهبية. ستبقى المواجهة التي جمعت منتخبي هنغاريا والاتحاد السوفيتي في نصف نهائي مسابقة كرة الماء في أولمبياد ميلبورن 1956 خالدة في التاريخ، ولكن بصورة سلبية بعد أن انتهت بالكثير من الفوضى في أعقاب الشجار الذي نشب بين لاعبي الفريقين إثر اعتداء السوفيتي فالنتين بروكوبوف على الهنغاري إيرفين زادور، ما جعل الأخير ينزف دما بسبب جرح فوق عينه. وجاءت المباراة على خلفية الأحداث السياسية التي رافقت إخماد الاتحاد السوفيتي للثورة الهنغارية قبل الألعاب بنحو شهرين، علما أن المنتخب الهنغاري حامل اللقب كان يعسكر في تشيكوسلوفاكيا، وكانت الأنباء تصله بشكل تدريجي حول الأحداث في بلاده. وعند الوصول إلى البطولة كان لاعبو المنتخب الهنغاري عازمين على الظفر بالميدالية الذهبية وجعل أبناء بلادهم يفخرون بإنجازهم. المباراة انتهت بفوز الفريق الهنغاري 4-0 بقرار من حكام المباراة الذين أطلقوا صافرتهم قبل دقيقتين من الزمن النهائي، لكن صور اللحظات الأخيرة من المباراة وما تلاها تصدرت العناوين وأغلفة الصحف الأوروبية في اليوم التالي تحت عنوان رئيسي دماء في المياه. الفريق الهنغاري تمكن من الفوز على يوغوسلافيا بهدفين لواحد في المباراة النهائية ليظفر بالميدالية الذهبية في مواجهة غاب عنها زادور بسبب الإصابة. كما هو الحال في الرياضات الجماعية، فإن للمدربين دورا كبيرا في النجاحات التي تحققها الفرق أينما كان. وفي كرة الماء لا يوجد اسم أشهر من الكرواتي راتكو روديتش الذي يعد المدرب الأسطورة بفضل فوزه ب38 لقبا كمدرب في مختلف البطولات والأحداث الخاصة بهذه اللعبة، من بينها التتويج بأربع ميداليات ذهبية في دورات الألعاب الأولمبية مع 3 منتخبات مختلفة، إضافة إلى 3 بطولات للعالم أيضا مع 3 منتخبات مختلفة. خلال مسيرته التدريبية قاد روديتش 5 منتخبات مختلفة هي يوغوسلافيا وإيطاليا والولايات المتحدة وكرواتيا والبرازيل، وحقق الذهب الأولمبي 4 مرات، أولا مع منتخب يوغوسلافيا عامي 1984 و88، ومن ثم مع إيطاليا عام 92، وأخيرا مع كرواتيا في أولمبياد 2012. اعتزل روديتش التدريب في العام 2020 بعد أن بلغ 70 من العمر، علما أنه كان قد دخل متحف المشاهير عام 2007 بفضل إنجازاته التي حققها.